مع الناس. الزواج تقليدي مازال متواجد بكثرة في المجتمع ديالنا، وتيبقى اختيار كينجح إلى وافقوا عليه كل الأطراف وارتاحوا له، لكن أحياناً كيولي مصير الزوجين رهين على العلاقة بين الأسرتين اللي اختاروا لأولادهم هذا الزواج. هذا هو موضوع هذه الحلقة من برنامج مع الناس، ماشي للفرجة إنما للعبرة. ومع الناس عشنا حكايات.